مين المسلز اللي بتحرك الفوكال كورد؟ انا عندي في انترنسك ماسلز يعني جوه اللارينكس او تبع اللارينكس، وفي اكسترنسك ماسلز بره اللارينكس لكن بتتحرك. هناخد الانترنسك. فين بتاع عند الانترنسك ماسل اول واحده جليكوثيرويد ماسل. انا عندي الثيرويد كارب هي ودي inferior core وادي الكريبويد كارتي اهي. وفي جوينت زي ما قلتوا ما بين inferior core وما بين الكريبويد كارتي وسميناها تكريكو في مصر خارجه من الكريكويد كارتج وراح تعمل انسيشن في اللور بوردر اوف ذا ثايرويد كارتج والانفيريور هورن ده مصر تريانجلر وبقى بتبان على الجثه تتمسك في الامتحان العملي. تريانجل. هذه المصر اسمها تريكو ثايرويد. لانها خارجه من الجلوكويد رايحه للثايرويد خالص. هذه المصر دهيت لما بتكونتاكت تيجي شاده الثايرويد كارتج لقدام. من تحت لفاك ده اهو. الفوكال كورد ماسك من الاريتينويد ده هي لغايه الثيرويد من جوه. فلما شد ده هي لتحت المسافه ما بين هنا اهو وهنا اهو هتتنقل اهو هتزيد. فبص الاقي الفوكال كورد يحصل له تنسنيت. تنسنج يعني ايه؟ يتشد. اتنس. مشغول. يبقى الكريكوثيرويد ماسل اتنسز ذا فوكال كورد. ات ميكس ذا فوكال كورد تنس. ما هي يعني فرق الفوكال كورد دي الثيرويد لامنت دي من بره يعني دي من بره. الفوكال كورد اهو. لو انا لفيت ده هي تحت كده اهو. النقطة دي هتبقى هنا اهو. المسافة من هنا لهنا أطول من هنا لهنا. فلما تزيد المسافة هتشد البوكال كور. تنس ذا بوكال كور وتديني شارب لاود فويس. صوت عالي ساسع. زي صوت مين؟ واحدة ايه؟ زي ما صوتات السيدات النساء كان دايما صوتهم عالي ومسرسع. واحد يدخل البيت
ايه راجل يدخل البيت على طول تلاقي الصوت طالع يوقف بعضه قبل البيت وماشي تلاقي الصوت عالي وبتاكسع شارب لو فويس ايميل فويس انما الراجل هنا غلبان تلاقي صوت فيشن كتير وطيب مكسور بيتكلم كده بالراحه ومحط راسه داخل بالراحة وطلع بالراحة من حد شارب لاو بوينت الناس الله يفتح اللي بيتكلموا قال سامع كلامه وسامع الزن بتاعه ولن اسكت عليه العصب الحائل